السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا قراءه برج العقرب، نزلنا الفنجان، ودلوقتي معانا قراءه جديده وقراءه حصريه لمواليد برج العقرب. مطلوب منك تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. توقعات شهر ديسمبر ان شاء الله باذن الله يكون عندك احداث جديده، عندك اخبار حلوة، عندك توقعات تكون انت مستنيها ونفسك تتحقق. عايزة نيتك تكون صافية يا برج العقرب. انا عارفة ان انت مهموم اليومين دول، وعارفة ان انت عندك بعض المشاكل اللي مش لقيلها حلول، بس الايام اللي جاية هيكون في انفراجات وهيكون في رزق. وزي ما هقولك حاجات حلوة اكيد هقولك حاجات وحشة. القراءة تنطبق على الجنسين، ففي تفاؤل، في خير، في رزق بإذن الله، بس دايما ربنا بيقول اتفائلوا بالخير تجدوه. يلا بينا نشوف توقعاتك يا برج العقرب. برج العقرب، في تعابين حواليك. بس يا برج العقرب، أول حاجة انت عندك تعابين وعندك حية قريبة منك. الحية دي مضايقاك ومخانقاك ومخلياك مخنوق ومتضايق بسبب العراقيل اللي واقفة في وشك، وبسبب الضغط النفسي اللي انت حطه عليك. انت دايما بتدور على الاهتمام، بتدور على الاحتواء، بتدور على الحب، بتدور على الاخلاص. اول حاجة هيجي لك خبر اليومين اللي جايين، الخبر ده هيفرحك وهيسعدك ان شاء الله باذن الله. عندك كمان علاقة هترجع الايام اللي جاية وهتكون فيها خير. انت الايام دي مستني حاجات كتير جدا، مستني مكالمة، مستني رجوع حد، مستني رسالة، مستني اي حاجة تخص حد انت بتحبه، او تخص الخلاف اللي بينك وما بين حد ينتهي على خير. في كمان هنا حسد من واحدة ست مقربة من دمك ولحمك، محسود من واحدة ست مقربة من دمك ولحمك اللي هي انت بتحبها او عزيزة على قلبك. في كمان هنا اهتمام بشخص معين في حياتك، انت في شخص غريب عنك مهتم بيه، او شخص مش غريب عنك وغربة، في شخص انت بتديه اهتمام او خايف عليه او نفسك تسعده. هتاخد خطوة في مجال جديد، في عمل جديد الايام اللي جاية. هتتجاوز خوفك، عشان شايف ان انت خايف جدا من بكرة، خايف جدا من المستقبل. بس ارجع واقولك تاني يا برج العقرب، عندك حية مش كويسة. الحية دي ملامحها حلوة بس جوه قلبها حقد وغل ونقارين الجميل. انت مهما بتعمل مفيش شكرانية، مفيش شكرانية ابدا على جميع المستويات. يعني وقفت جنب ناس وساعدتهم، وكمان علت من شأنهم، ولما طعنوا ما طعنوش غيرك انت، وده اللي عامل لك كسرة في قلبك. ومش كده وبس، كمان ده عامل لك نغزة، وبتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني وفي كل اللي غدر بيا، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي عمل لي مشاكل. طول يا برج العقرب مربك معاك، اتأكد تماما ان انت هتكون منصور وهتكون احسن من غيرك، ودايما العين بتحقد وبتغير على اللي احسن منها، فطول ما هم غيرانين منك اتأكد ان انت احسن منهم بكتير جدا. الأيام اللي جاية وهتثبت وجودك، مستقبلك اللي جاي هيكون كله خير، وهترتفع ميزانياتك وهتحسن من نفسك. بس بلاش يا برج العقرب، أقولك دايما إن أنت عندك الحاسة السادسة، بلاش أقولك إن أنت روحانياتك عالية جدا، فلما روحانياتك بتكون عالية بتكتشف حقيقات كتيرة جدا في حياتك يا برج العقرب، مخلياك دايما متضايق ومخنوق، مخلياك دايما مش طايق نفسك، مخلياك دايما عندك بعض الامور اللي هي معاكسة في حياتك. شايفة كمان ان انت بتشوف الحاجة قبل ما تحصل، يعني ممكن تحس انه في حد هيجي بالفعل هيجي، بتحس انه في النهاردة حاجة هتحصل بالفعل هتحصل. روحانياتك عالية، في شخص هنا مقرب منك، الشخص ده بيتمنى لك الشر، الشخص ده مش حابب ان انت تكون سعيد ولا حابب ان انت تكون مبسوط، هو بس عامل ان هو بيحبك، بس هو ولا بيحبك ولا اي حاجة، هو بس مش فارق غير ان هو يتكلم عليك ويجيب في سيرتك، رغم ان انت كويس معاه وطيب معاه جدا.
بعض مواليد برج العقرب مستنيين خبر حمل، مستنيين تغيير. بالفعل هيكون عندكم خبر حمل وعندكم تغيير، وعندك كمان رجوع حد لحياتك، عندك رجوع حد لحياتك. انت اليومين دول هتكشف سر قدامك، فخلي بالك وكون كون متألق، علشان مش عايزاك تكون مصدوم من بعض الآخرين اللي في حياتك. انت دايما حمال أسية، دايما بتستحمل حاجات محدش يستحملها، وعلشان كده كله جاي عليك ومحدش حاسس بيك. شايفة كمان يا برج العقرب ان انت الايام اللي جاية تخلي بالك من نفسك، علشان الوسواس مش سايبك في حالك، القرين بتاعك مش سايبك في حالك. عندك هنا ألم في جسمك غير طبيعي، بتشتكي من كل أوجاعك، من كل حتة في جسمك، حس ان مفيش اي تغيرات، حس ان انت عايش في كوكب ملهوش اي حاجة في حياتك. طب اقول لك ان انت يعني خلي عندك ايام حلوة الايام اللي جاية، علشان بالفعل هيكون في اخبار حلوة، في ايام سعيدة، ربنا هيفك الضيق والخنقة اللي قدامك، وبسبب السر اللي هينكشف قدامك هيبقى فيه انطلاقات كتيرة واحداث كتيرة جدا. دايما اقول لك ان في شخص حاسدك، في شخص مش سايبك في حالك، العين مسيطرة على على الراحة وعلى الحب اللي في حياتك وعلى الحركة وعلى كل حاجة، وعلشان كده دايما حاسس بالكسل، حاسس ان انت مش مرتاح، حتى في نومك مش مرتاح، بقيت تخاف تنام بسبب احلامك، صح ولا مش صح يا برج العقرب؟ بدأت يعني انت خايف جدا من احلامك، خايف جدا من امورك، خايف جدا من اي حاجة في حياتك. بدأت تقول خلاص استوب، انا حاسس ان حياتي ما فيهاش اي اكتمال، حاسس ببعض الاهمال، حاسس ان انا لوحدي. في شخص من الاقارب في حياتك، في شخص عندك مش سايبك في حالك، شخص بيأذيك، شخص بيتكلم عليك ومحضلك محضلك حفرة بسبب دعوات الست الكبيرة اللي في حياتك دي، ربنا هينجيك وهيغير من حياتك. شايفة كمان ان انت هنا لأول مرة حس ان روحك مش موجودة فيك، حس ان انت مش عايش، حس ان انت في ألم في كل جسمك، حس ان انت دايما عندك صداع ودايما عندك بعض العراقيل وبعض المشاكل. ده كله بيدل ان انت قلبك طيب، وان انت عندك يعني ربنا بينجيك من عذاب. ربنا لما بيبتليك يا برج العقرب صدقني بيكون هو قاصد ان هو ينجيك، بس انت بتكون مش شايف اي حاجة بسبب ان الطعن والغدر كله بيجي لك وراء بعض. لازم تحصن نفسك اول باول، لازم تخلي بالك من نفسك، علشان مش هفيش حد حبيب لك الخير. انت دايما افعل الصح طول ما انت متأكد. بص يا برج العقرب، هنا بسبب الكلام اللي عليك والنميمة بدأ جسمك يوجعك. اولا يا برج العقرب، وجع في جسمك وخصوصا الضغط النفسي اللي انت فيه والألم اللي في ظهرك اللي دايما مش سايبك في حالك، حس ان التفكير هيقتلك، حس ان الضغط اللي انت فيه ده هيموتك قبل ميعادك. النوم عندك مش مستقر، مش عارف تنام، بتحلم بكوابيس رهيبة، بقى في عندك كمية صداع مش طبيعية، حس ان انت مش عارف تاخد خطوة لقدام، مش عارف تعمل اي حاجة انت بتحبها. عندك صلح بينك وما بين الشريك الايام اللي جاية، كن مستعد وخلي بالك من نفسك. انت دايما بتدور على الامان والحب والاستقرار، انت محتاج حد يحس بيك، محتاج حد يهتم بيك، محتاج حد يراعيك، حد يقولك كلمة كويسة. انت ما بتلاقيش حد جنبك ابدا في شدتك، بتلاقيهم كلهم جايين عليك. عندك تيسير امور كانت معقدة الايام اللي فاتت وفيها عراقيل، عندك انفراجة حلوة، بس خلي بالك من نفسك وكون مستعد. شايفة كمان ان في واحدة ست ملامحها حلوة وجميلة وبتحب نفسها جدا ودايما متألقة، الست دي قلبها فيه حقد وغل باتجاهك، قلبها فيه حقد وغل اتجاهك. بتقولك انا بحبك، انا بتمنى لك الخير، بس هي عاملة زي البومة بتراقبك بكل تفاصيل حياتك. برج العقرب، انت من كتر طيبة قلبك بتقع في ناس بتكون اختياراتك غلط، اختياراتك غلط جدا، ان انت فعلا بتقع مع ناس ما بتعمل لكش غير المشاكل، مظلوم من كل اللي حواليك، مش حاسس انه في حد معاك ولا حاسس انه في حد حبيب لك الخير، بس انت اليومين دول بدأت تاخد خطوة لقدام وبدأت تقول استوب بقى، انتوا جايين عليا،
سيبوني ارد لكم شويه من اللي انتوا بتعملوه فيا، وعلشان كده هيكون عندك انفراجات حلوه وعندك حصد تام اللي زرعته الايام اللي فاتت. ومش كده وبس، كمان ده انت تتخلص من العيون والحسد اللي عليك. انت زعلان هنا يا برج العقرب على ايام كتيره جدا كنت حزين فيها، زعلان على عمرك اللي ضاع على ناس ما يستاهلوش، زعلان ان ما لقيتش تعويضك ولا في مرات اخ ولا في اب ولا في ام ولا في اي حد. عندك كمان ناس مش حبالك الخير، ناس مش حبالك الخير بينك وما بين اقرب ليك مشاكل. كان عندك علاقة مع برج الجوزاء وهيبقى في كلام الايام اللي جاية، يكون مستعد ان شاء الله باذن الله ربنا يجمعك على خير علشان انت نيتك سليمة. شايفة كمان ان انت هنا بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي فرقني ما بيني وما بين الشريك، كل اللي ظلمني وجاء عليا. كان عندك علاقة مع برج الثور وفرقوكم اشخاص فعلا ما كانوش يستاهلوا. احذر من طرف ثالث، احذر من خيانة. انت دايما حزين وقلبك مقهور، دايما مظلوم، دايما مش لاقي حظك، بس ده ما يدلش ان لسه ان انت تفضل خايف وكاتم في قلبك حاجات كتيرة جدا. لا يا برج العقرب، ما انت عندك تحسنات الايام اللي جاية وهيكون عندك رجوع حبيب الايام اللي جاية كمان. بس خلي بالك من تعابين بتتدخل في حياتك، خلي بالك من اشخاص بيرمولك بيفرشولك الارض ورد علشان خاطر تحكي لهم، علشان خاطر تتكلم معاهم. انت نفسيتك ما يعلمش بيها غير ربنا، محدش حاسس بيك ولا حد هيقولك مالك. انت ممكن تكون يتيم الاب والام، يتيم كل حاجة في حياتك، ده بسبب ان انت لوحدك، بسبب ان انت ما بقتش عايز تدخل حد في حياتك، بسبب ان انت ما بقتش عارف تعمل ايه. انت بدأت تكتم اوجاعك، بدأت تلملم حياتك وترميها ورا ظهرك، بدأت تقول انا عايش كل اللي يهمك ان اليوم يعدي. ما بقتش ليك نظرة في الحياة. حس انه في واحدة ست دخلت بيتك خربت حياتك. بالفعل الست اللي دخلت بيتك خربت حياتك، وحصل فراق بينك وما بين برج الدلو بسبب طرف ثالث، كان في غدر وخيانة وناس حسودة. ليك حلم، ليك فترة كبيرة جدا بتدعي ربنا بيه، الحلم ده هيتحقق الايام اللي جاية وهيكون عندك بعض التغيرات وبعض الاحلام الحلوة. ده مش كده وبس، كمان يا برج العقرب انت كون مستعد وكون جاهز علشان الانطلاقات الحلوة اللي داخل حياتك دي هتغير من حياتك بالكامل. شايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك تحسنات حلوة جدا وعندك تغيرات حلوة جدا. ومش كده وبس كمان، ده اليومين دول حرفيا ناوي على تغيير، بس مع الاسف حتى الاخوات غدروا بيك وظلموك. دايما مشغول يا برج الجدي الفتره اللي جايه، هتكون مشغول بسبب الاتصالات، بسبب الترقيه، بسبب البشرة الخير اللي هتديك فتره حلوه. بس صحتك ليه تعبانه يا برج العقرب؟ ليه اهملت في صحتك؟ كل اللي طعنوك كانوا ببيتك، ما تزعلش. انت وقعت مع ناس غلط، اتكلمت مع ناس ما يستاهلوش ان انت كنت في يوم من الايام تقول لهم ازيكم. بس عايز اقولك ان انت عندك تسديد ديون الفترة اللي جاية دي، هيكون عندك تسديد ديون. فتاة العقرب حظها قليل جدا ودايما مظلومة من كل اللي حواليها، دايما بتحاول تتغلب على التعب وعلى المشاكل وتقول ان شاء الله باذن الله بكره هيكون احسن. بص هنا، انت عندك فرحه بعد تعب وعندك حظ حلو، رغم ان في تعابين برضو وراكم، رغم ان في تعابين وراكم. بسم الله ما شاء الله. عندك هنا كمان شفاء مريض، عندكم هنا يا برج العقرب شفاء مريض، وعندكم كمان خروج حد من ضيق وخنقة. الأيام اللي جاية انت حاسسها مش بتيجي بسبب ان انت تعبت وبسبب ان انت اتطعنت واتغدرت، بس ده كمان ما يدلش ان انت عندك امور حلوة. بسم الله ما شاء الله. كمان الفرحة اللي جاية دي هتخليك تنسى كل حاجة في حياتك، هتخليك تنسى وجعك، هتلاقي فعلا العوض من ربنا يا برج العقرب، هتلاقي فعلا العوض من ربنا. انت من كتر الضغط اللي انت فيه اليومين دول شعرك بدأ يتساقط،
بدأت تحس بإهمال، بدأت تحس ببعض المشاكل، بدأت تحس ببعض اللخبطة، بدأت تحس إن أنت مقسوم اتنين، مقسوم يعني أنت يا برج العقرب من كتر الضغط اللي عليك حاسس إن أنت مقسوم جزئين، حاسس إن أنت مش عارف تعمل إيه ولا تسيطر ولا تتغلب على اللي أنت فيه إزاي. الأيام اللي جاية دي يا برج العقرب أنت هتكون قليل الكلام، انت هتسكت، هتسكت اكتر ما تتكلم. ليه؟ علشان هتبدأ تشتغل على نفسك ومش هتبدأ تحكي لحد تاني اي حاجة تخص حياتك. الفترة دي هتعدي عليك ازمة بس، والمشكلة اللي انت فيها دي هتعدي، والمحنة اللي انت فيها دي هتعدي، ربنا هيعوضك، عوض يخليك تسجد لربنا وتحمده، هيعوضك لدرجة ان انت هتفكر ازاي كنت حزين، ازاي ايه اللي حصل، هتنفتح قدامك ابواب كتيرة جدا اتقفلت في وشك، وهتتفتح ابواب حلوة جدا، وهتكتشف ان كل حاجة راحت منك دي ربنا كان كاتب لك فيها الخير، ان الحاجات اللي راحت منك دي ربنا ما كانش يعني ما كانتش من نصيبك، بس انت اثق في الله. الاكتئاب اللي انت فيه ده بسبب الضغط النفسي اللي انت فيه وبسبب التفكير الزايد، لان انت بتفكر في حاجات تعباك، بتفكر في حاجات ازياك، بتفكر في حاجات عامله لك طاقات سلبيه. الايام اللي جايه هتكون شايله لك عوض كبير يا برج العقرب. انا عارفه ان انت بتحارب، عارفه ان انت بتجاهد، عارفه ان انت مش قاعد، دايما بتشتغل وبتعافر، دايما بتحاول تبني نفسك بنفسك، ما بتحبش حد يساعدك في حاجه. عزيز النفس، نفسيتك عزيزه جدا، مش ما تقبلش حاجه من حد، دايما شجاع، دايما بتعافر، ومعروف عنك يا برج العقرب ان انت من الشخصيات اللي دايما متفائله، من الشخصيات اللي دايما بتتمنى الخير لبعض الناس اللي في حياتها، دايما متالق، دايما بتحب الحياه بابسط الامور عندك. فانا يا برج العقرب شايفه لك فتره تقدم، شايفه لك فتره خير، بس خرج من حياتك الطاقه السلبيه والعصبيه الزايده اللي في حياتك بسبب العراكيل وبسبب المشاكل اللي حاطه عليك وانت مالكش اي ذنب فيها، بس هم مش مقدرين كده، بالعكس هم جايين عليك وظالمينك رغم ان انت كويس جدا معاهم. عندك زياره لشخص هيفاجئك او انت هتفاجئ شخص، الله اعلم، في زيارة عندك حلوة، تجمع حلو، لقاء حلو، حاجة حلوة في حياتك. في الايام اللي جاية هيكون فيها راحة عندك، وكمان الحظ هيكون من جنبك وهيساعدك وهيديك فرصة جديدة، بس حاول تستغلها وابعد عن اي حد ممكن يستغلك. اذا كان بيستغلوك بطريقة سلبية طريقة ايجابية، لا يا برج العقرب، احنا مش عايزين نقرب من حد علشان خاطر المشاكل والعراكيل اللي هتكون في حياتنا. عندك هنا كمان تقدم واخبار حلوة جدا هتدخل لحياتك، واخيرا هتلاقي الفرحة، وهتلاقي الفرحة والاستقرار اللي انت بقالك مدة بتدور عليه. انت فشلت في حاجات كتيرة جدا بسبب الحسد والنقم وبسبب السحر اللي بيتعمل لك من اشخاص حواليك. حان وقت ان انت تمضي العقد، حان وقت ان انت تبصم، حان وقت ان انت تشوف رزقك فين. ما تخافش على اي حاجة ممكن تأذيك، طول ما انت متألق وطول ما انت واثق من نفسك صدقني مفيش اي حاجة هتأثر فيك ابدا. انت دايما رامي همومك على ربنا، وطول ما انت رامي همومك على ربنا هتودع احزانك الايام اللي جاية، وهتكون الفترة اللي جاية دي مليئة بالمفاجآت، مليئة بالتغيرات، احداث جديدة، اخبار سعيدة، هتدخل على حياتك الفرحة والسعادة. انا عارفة ان دموعك كانت دايما على خدك، عارفة ان انت بالك مشغول بقضية الايام دي، بالك مشغول بالسر اللي انكشف قدامك وفتح لك طريق على حياتك. معروف ان برج العقرب ملامحه بريئة، حياته كده بسيطة، ما بيحبش النفاق ولا بيحب الكذب، بس عنده دايما مشاكل مع الاشخاص اللي حواليه. هيجي لك الفترة اللي جاية دي
شعور بالراحة، وهتلاقي الحب الحقيقي والحياة الحقيقية اللي انت بتدور عليها ونفسك فيها. فانت لو بتدور على استقرار، فانت الفترة اللي جاية دي هتلاقي استقرار. لو انت بتدور على تبديل في حياتك، فالفترة اللي جاية هيكون عندك تبديل. لو انت بتدور على سعادة وعلى رزق، فالفترة اللي جاية هيكون عندك سعادة ورزق. لو انت بتدور على تخطي من كل الهموم، فالفترة اللي جاية هيكون تخطي من كل الهموم. شوف انت ايه اللي بتدور عليه، هو اللي هتلاقيه في حياتك بإذن الله. يا برج العقرب، انت دايما متقدم ودايما متألق، والحظ والسعادة هتكون من جنبك الفترة اللي جاية. بس ما تخليش اي حد يسيطر عليك بسلبيه او بايجابيه. وكمان ما تخليش الدنيا تقف قدامك، لسه في بيبان سعاده، لسه في امور حلوه، لسه في توقعات جديده جايه لك. وكمان ان شاء الله باذن الله هتكون حياتك مختلفه. انت ده اليومين دول واقع في مشكله وبتحاول تحلها، ما تقلقش، هي هتتحل، هي بمجرد بس مشكله. بس ما تخليش الحياه تاثر عليك بطريقه سلبية. خليك بس يا برج العقرب متقدم ومتألق، علشان الحياة اللي جاية هتكون خير ليك، وهتكون تغيرات جذرية لحياتك بشكل كامل وبطريقة إيجابية بإذن الله. انت في ألوان بتحبها، والألوان اللي بتحبها دي هتشتري منها حياة جديدة، هتشتري منها يعني هتشتري منها هدوم، هتشتري منها حاجة معينة، هتحضر بيها مناسبة حلوة، علشان اليومين اللي جايين هيكون فيه مكالمة، هيكون في عزومة. انا اقول لك يا برج العقرب ان انت اليومين دول نومك خفيف، بتصحى من اقل حاجة بسبب العصبية وبسبب التوتر وطاقة التفكير اللي مش سايباك في حالك. فدي كلها وقت وقت وخلاص، وانت داخل على ايام جديدة، داخل على فترة جديدة، عندك رزق هيدخل على حياتك، انت معروف ان انت صاحب الضحكة البريئة. فما تقلقش يا برج العقرب، لو انت قلقان من حاجة ما تقلقش، علشان الحاجة اللي انت خايف منها مش هيجي لك احسن منها. هيكون عندك فلوس كتير، هيكون عندك تقدم، هيكون عندك حياة مختلفة عكس ما انت تتوقع ان شاء الله باذن الله. بس ما تورطش نفسك في مشاكل، ولا تورط نفسك في عراكيل، ولا تورط نفسك في اي مشكلة ممكن تأذيك حتى لو بالغلط. ركز على هدفك، ركز على مستقبلك، خطط، نفذ، اعمل علشان تكون متألق في كل حياتك.